الحب هو الشعور الراقي الجميل الكامن داخل القلب، لو تطور إلى رغبة في إرضاء وإسعاد المحبوب صار وداً. فالودود من البشر هو الراغب في التعبير عن حبه، الباحث عن رضا محبوبه. الودود هو المريد لإكرام محبوبه، الراغب في بقاء العلاقة. أنت الحبيب والله اسمه الودود، شيء يطير العقل إنك تعرف إن ربك يتودد ليك. يتودد ليك بالمسامحة إذا أخطأت، كأنه بيقولك من حب فيك بحب أسامحك كل ما تغلط، كأنه بيقولك مش الأهم غلطتك، الأهم بقاء العلاقة. والنسق القرآني باهر في الكلام على اسم الله الودود، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. وعشان ما يتبادرش للذهن إنه ودود من ضعف، قال لك ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ذو العرش المجيد يتودد إليك، وأنا وإنت بنغلط ليل نهار، وهو يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، لأنه الودود. واسمع القرآن واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود يتودد إليك بالرحمة. هو عارف إن إحنا بننجذب بالعطاء، وهو بيستميل قلوبنا بالإحسان، فتودد إلينا سبحانه بالنعم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، كل ده طلبا لحبك وبقاء على العلاقة. فافهم صفة ربك هذه العظيمة، إنه ودود لك، درجة إن ربنا سبحانه وتعالى لما حب يمدح ناس من وده مدحهم إن هم راضين عنه. شوف الملك لما يمدحك إنك راضي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، دول الصحابة، والذين اتبعوهم بإحسان، ده إحنا بإذن الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحبك تتخلق بصفة الودود، من باب تخلقه بأخلاق الرحمن. تفهم بقى الشافعي كان بيتودد لصاحبه وتلميذه يونس الصدفي، لما قال يونس الصدفي ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، كأن حصل حاجة كده في قلوبهم في أثناء المناظرة، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، فلقيني فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى، بيدلعه، يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ حسك كده خدت على قلبك وأنا بنظرك بالعلم في مسألة، ما احنا حبايب حتى لو اختلفنا في حاجة. ود يتخلق باسم الله الودود. وسيدنا النبي ينصحك سواء مع أصحابك أو مع أهلك إزاي تتخلق بصفة الله الودود، فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يصفين لك ود أخيك: تسلم عليه إذا لقيته، تبدأ أنت بالسلام، وتوسع له في المجلس، ده من الود، لما حد يخش تاخده جنبك كده، وتدعوه بأحب أسمائه إليه، تنده بالاسم اللي لما يسمعه يشعر بالحب بينك وبينه. وأهل الجنة كانوا في الدنيا أهل ود، قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يديك، والله لا أكتحل بنوم حتى ترضى. يا سلام، إيدها في إيديه بتقوله مش هنام إلا ما نتصالح. عشان كده كان دايما الصالحين زمان يمارسوا هذا الود تخلقا بأخلاق الرحمن. فضيل بن عياض يقول لك نظر الأخ إلى وجه أخيه على المودة والرحمة عبادة. ساعات كنت بقى قاعد مع حد من مشايخي وفجأة كده ألاقيه نظر لي نظرة رحمة في عينيا كده وعيني دمعت، هو بيعبد ربنا بصفته الودود، يتودد إلي بنظرة الرحمة، كانت تغير قلبي. كان الصالحين زمان في وقت الأزمات يدعوا في نزول المحن، يقولون يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعالا لما يريد، نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، ونسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك
وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، فينفرج عنهم ما هم فيه من المحن. فاللهم يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، أرنا حبك في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أعطنا فوق المزيد.